وكذلك الزعيم الوطني والمخازن الزعيم تحت نظمة المصالحة الوطنية واعيا منها غير مسبوقة إننا نريدها مصالحة حقيقية ولنا هي بفعل مخاطر ظاهرة الإرهاب التي أصبحت عابرة وطنية في ظل رفض البعض من البعض الآخر وفي ظل رغبات الإقصاء إذا تكون دعامة للانتقال الديمقراطي والإقلاع الاقتصادي. نحن ننظم هذه الندوة مش لأنه صارت أحداث قضائية وقانونية في الأسابيع الأخيرة. نظموها لأنه منذ تأسيس حركة مشروع تونس كان شعار المصالحة الوطنية أحد الشعارات الرئيسية لهذه الحركة، وفي المؤتمر كان أحد الشروط الأساسية التي وضعناها حتى نتبين مستقبل مختلف في تونس، لأن الانتقام يجيب انتقام، واللي حط المقصلة من بعد هو أول واحد تعدى له، واللي حاكم هو تحاكم، ودعو الشعوب الكل اللي هي نجمة تعدى من مسار انتقال ديمقراطي نحو التنمية هي اللي عرفت كيفاش تبني مصالحة وطنية حقيقية. من جهة عملنا عفو تشريعي عام سمحنا فيه حتى الناس اللي هزوا سلاح في جبل، ومن جهة كيجينا القضايا ذات تعلق بالإدارة وغيره ولينا نحب نحاسب شقيقة ورقيقة. المصالحة الوطنية الشاملة هي كل ما نتج على مسارات العدالة الانتقالية في كل البلدان اللي مرت بانتقال ديمقراطي، يعني مصالحة شاملة تقوم على طبعا أن المحاسبات تكون تخص بالضبط الناس اللي هما بشكل فردي ما استولوا على أموال عامة بكل وضوح وألا عملوا انتهاكات جسيمة لحق الإنسان، ولكنها تمشي المصالحة باعتبار أنه ما حصل في الماضي هي مسألة جماعية تخص ظروف تاريخية معينة، لذلك ما يلزمناش نحولوها إلى أمور انتقامية وإلى أمور سياسية، أما تكون أهم شيء هو الذهاب للمستقبل تحت شعار أنه لا يتكرر ما حصل في المستقبل. واحنا بكل اسف المسارات اللي عندنا مسارات ماهيش منظمه. لا احنا مش ندفعوا في اتجاه اللي كون الناس يلزمها تكون على الاستعداد افضل باش تتجه معناها باش تمشي لهيئه الحقيقه والكرامه وتدلي بشهاداتها، وثم شكون اللي مشى ودلى بشهاداته، لكن شويه ما زالت معناها خطوات محتشمه وبودنا انها تكون خطوات اكبر مما هي عليه.